Ma, what do you want for dinner? Nasi kandar nak? Mama rasa macam nak makan sotong lah pula. Amboi. Kan doktor cakap you have to watch your diet. Tak, Mak. Abah dengar lah pula. Do you have a partner for sejarah already? Oh, belum. Ya ke? You're not with Sufian? What? Lagipun, awak dah lama tak makan rendang ayam dengan pulut kuning. Jadi, saya rasa nak buatkanlah. Aisyah! Aisyah kejap ni. Aduh. Ambil ni, Uncle nak bagi barang ni. Do you want to partner up with me? This is my friend Suresh. Hi, Suresh. This is Auntie Esther. Hi. It's called Adab Melayan Tetamu. And my mom has it. Cukuplah. I wonder orang kat sekolah tak suka kau. Thank you. That's so sweet of you. Hari tu saya nampak Aisyah bawa budak lelaki India masuk rumah. You're supposed to be aman, Saidah. How stupid, yes! Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Sufyan! Okay. السلام عليكم ومرحبا بكم في مدونة. فيلم الفراشة الممنوع من العرض قالوا لأنه يحارب الدين. أسرة مكونة من 3 أفراد، الوالدين والابنة، مسلمون يعيشون حياة عادية. عائشة طالبة في المدرسة لديها تساؤلات وجودية، وبسبب مرض والدتها بالسرطان تتساءل عن مرحلة ما بعد الموت، وتذهب إلى حد التوسع بحثا عن مصادر غير إسلامية. والدها متسامحان إلى درجة أنهم يتحدثون حول هذا الأمر، بالإضافة إلى الحب والجنس والسؤال عن صديقها سوريش، صديق الدراسة. لا زالت عائشة تبحث عن إجابات لأسئلتها الوجودية وترفض الاكتفاء بما اعتادت على سماعه. تبحث في الأديان والفلسفات الأخرى لعلها تجد شيئا بعد الموت، لتكون مع والدتها في حال لم تنفع الأدوية وماتت، مثلا عودتها إلى الحياة. أما والدها فقد وصل الحوار بينهما أن قال لها وبدون مقدمات أن تعتنق الدين الذي تعتقد بصحته. اهتمام عائشة بالمسائل الوجودية ورغبتها في البقاء مع والدتها هو ما شكل لها دافعاً قوياً للاستمرار في البحث. هذا هو موضوع الفيلم باختصار، والآن لننتقل إلى المراجعة. كما ذكرت، الأسرة مكونة من 3 أفراد، الزوجان والابنة. الوالد هو جاي ويذهب حيثما يجد العميل. الوالدة جمهري، أو باختصار جم، مصابة بسرطان البنكرياس، ولهذا تقضي معظم وقتها في الجلوس والاسترخاء، وابنتهما هي الطالبة عائشة. المشهد الأول هو وضوء عائشة وأداء الصلاة مع والديها في منزلهم الخاص، وهذا يعطي المشاهد فكرة عن أسرة ماليزية تقليدية من الطبقة المتوسطة، ويتوفر لديهم ما يحتاجونه في حياتهم، ويقيمون الشعائر الدينية، أي لا توجد مسببات كالفقر أو الترف في حال الغنى وتجعل الشخص يدخل في حالة رفض وتيه والاختلاف بسبب الاختلاف. مشهدي الوضوء والصلاة يظهر هويتهم الدينية، بمعنى أن الفيلم ليس وعظياً ولا يوجد فيه مصادمات، وسيظل أفراد العائلة على تواصل مذهل. المشهد التالي والمفاجئ، وأقصد بالمفاجئ أنني أشاهد بناء على أفكار مسبقة وعليه أنتظر أحداث متوقعة كما اعتدت من مثل هذه القصص كيبقى الأمر سراً، لكنها تحدثت مع والديها والإنجيل بين يديها تقرأ منه. والديها متسامحين جدا إلى درجة قراءة الإنجيل على مائدة الطعام. كذلك الصداقة مع الطالب سوريش، وهو ليس أكثر من صديق، فهناك شخص آخر معجبة به كما أخبرت والديها، وهو ما يدل على أنها تربت في بيئة مستقرة تستطيع فيها أن تعبر عن مشاعرها وأفكارها بكل أمان. من المشاهد المؤثرة، طلب الزوج من زوجته أن تتناول طعامها لأن عليها أخذ الإنسولين بسبب مرضها بسرطان البنكرياس المزمن، وأيضا رقصهما على أغنية هادئة. مشاهد محزنة ومؤثرة تأخذنا خارج دائرة الموضوع لبعض الوقت، وتوضح لنا روتين العائلة بسبب هذا المرض، وكيف تعتني عائشة ووالدها بجام، وكيف يتحليان بالأمل على أن تشفى جام من هذا المرض بالرغم من سوءه، ويبذلان ما في وسعهما لتكن في أقصى راحة. صحيح أن عائشة ما زالت مراهقة، لكنها أكثر نضجا من أن تحصر اهتمامها بحل الواجبات والمتعة مع الأصدقاء. كانت بالفعل عونا لوالديها. هل تسمح لعائشة بالخروج لوحدها في هذا الوقت المتأخر؟ هل هذا آمن؟ يمكن أن نفهم أن ظاهر السؤال خوفا على عائشة، ويمكن أن نفهمه سياقا لقاسم أنه يريد الوصاية على تصرفات عائشة، ولأن بيته لصيق ببيتهم يستطيع رؤيتهم ومعرفة من يدخل ومن يخرج. شخصية قاسم تمثل المجتمع المحافظ في ماليزيا، لا يدخر جهدا في طرح الأسئلة وإبداء ملاحظاته حتى لو كانت غير مرغوبة. من المشاهد التي جعلت البعض يطالبون بمنع الفيلم من العرض،
الجارة إستر التي أعارت عائشة الإنجيل تمر عليهم وتدخل الفناء بصحبة كلبتها لإلقاء التحية على جام. لسان حال المشاهدين، هذه المرأة هي التي أعطت عائشة الكتاب أو الكتب وجعلتها تفكر في هذه الأسئلة الوجودية وتتساءل حيال الانتقال من دين إلى آخر. فوق كل هذا تدخل ومعها الكلبة إلى الفناء. هناك من قال رعايتها كحيوانات أليفة لتسبب لإخراج الملائكة من البيت. سمعت ناس من معارفي يقولون لا بأس بوجود الكلب دون الحاجة ولكن في الفناء لا يدخل إلى المنزل. وهناك من قال لا، لا في البيت ولا في الفناء إلا لضرورة مثل الحراسة والصيد. على أي حال، على ما يبدو أن الناس المطالبين بمنع الفيلم من العرض هم ينتمون إلى فئة لا كلاب بدون ضرورة، لا في الداخل ولا في الفناء. فقالوا هذه المرأة ما فعلته لعائشة، تدخل إلى المنزل ومعها الكلبة والأم وعائشة ولا يوجد أي رد فعل من الأسرة المسلمة. المشهد يقدم الأمر على أن هذا أمر اعتيادي عند بعض المسلمين، وهذا مرفوض من طالبوا بمنع عرض الفيلم. تناول عائشة لحم الخنزير برفقة سوريش محتجة عليه تناوله لحم البقر في حين أنه ضد معتقده. النملة والفراشة من الأمور المرفوضة. لسان حال المشاهد، لماذا تقولون أن عودة هذا الميت إلى الحياة الذي هو أيضا مرفوض في الإسلام قد يرجع ولكن على هيئة أخرى، فليس بالضرورة أن يكون إنسانا بل قد يرجع على هيئة حيوان أو حشرة، الفراشة والنملة، وهذا ما سبب أيضا استياء الناس. كذلك التعري والوشم خلف ظهر الأب. طبعا أنا شخصيا لم أفهم هذا المشهد ولم أعلم ما الذي يريده المخرج من إظهار هذا المشهد. تمنيت يعني لو أحد يوضح لنا هذا الأمر من وجهة نظر المخرج. دافع عائشة إذن عن البحث عن مرحلة ما بعد الموت كان عاطفيا أكثر من كونه عقلانيا طبعا. ولهذا يقال، ولهذا أنا قرأت بعض التعليقات الناقد تقول بأن الفيلم للتفكير النقدي. نعم، ولكن نحن نتحدث هنا عن طفلة مراهقة، يعني لا نتحدث عن نقاشات ومناظرات عميقة ونتحدث عن لقاء عائشة مثلا بشخص فيلسوف. هي تعيش مع والديها يريدان أن يتركان الأمر لها بالكامل، وأيضا مع سوريش الذي كان يحدثها أيضا في مسألة مرحلة ما بعد الموت والتناسخ وإيمان الهندوسية والبوذية بإعادة التجسيد أو إعادة الابتعاث الذي هو عودة إلى الحياة ولكن كمخلوق آخر. مسألة المخلوقات هذه عجيبة بصراحة. هو ليس فيلما عميقا، هو لا يتناول الأمر من ناحية فلسفية وإنما من منظور فتاة مراهقة تحزن على والدتها ولا تريد فراقها ولا تريد أن تتقبل فكرة الموت، وهذا من عدم النضج طبعا. عائشة يعني مهما كان يتضح عليها أنها راضية ولكن ليس إلى حد أن نتناقش أن ننتظر منها أن تتحدث بشكل فلسفي طبعا يعني. وهكذا كان النص. لذا من وجهة نظري إذا كانت هذه الأسباب هي فقط داعية إلى منع عرض الفيلم فهي ليست أسبابا مقنعة، لا يوجد فيها ما يدل على محاربة الدين. هناك فرق بين مخالفة الدين وعدم الالتزام به وبين محاربة الدين. شخص يفكر ولديه أفكار مخالفة للدين صراحة، شوف حتى لو كانت صراحة ولا يلتزم بالدين، فمن وجهة نظري أن منع الفيلم سيدفع الناس أكثر إلى البحث عنه ومشاهدته. شخصيا أعجبني الفيلم لكن مع الأسف لم أجد نسخة جيدة على اليوتيوب مترجمة بالإنجليزية والعربية، واستخدمت الترجمة التلقائية التي يوفرها اليوتيوب. لم تكن ترجمة طبعا دقيقة ولم تكن حتى يعني في معظم الأحيان لم تكن ترجمة جيدة، ولكن كان فيها ما يكفي حتى أفهم الفيلم، حتى إنما أفهم الجملة فبوسعي أن أفهم الفيلم من خلال السياق. كما أنني أفكر بترجمة الفيلم إلى العربية في حال توفر لي ملف اللغة الإنجليزية لأعرف آراء مشاهدين العرب حيال الفيلم وهل يتفقون معي في هذا الفيديو. والسلام عليكم. قوة.